السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية كود بورتال. هنتكلم النهاردة مع بعض استكمال لدروس الجافا سكريبت، وهناخد درس مهم جدا اللي هو الكلاسز أو الأوبجكت أورينتد بروجرامينج. الفيديو ده ممكن يطول معانا شوية، لأن أنا بقدر الإمكان هحاول أشرح مفهوم الـ OOP كامل، الكلاسز بالأوبجكت بالإنهيرتنس بالكونستراكتورز، الأهم مصطلحات أو أهم حاجات بنستخدمها في الـ OOP. فالفيديو ده يعتبر أهم فيديو في كورس الجافا سكريبت كله، فتركز معايا جدا جدا جدا، لأن الجافا سكريبت مهمة، وبالذات لما تيجي تستخدمها بالـ OOP هتسهل عليك حاجات كتيرة جدا جدا جدا. طيب نبتدي كده مع بعض. بسم الله. أول حاجة لازم نعرفها إن الكلاس عموما هو مفهوم، بمعنى ان انا مثلا عندي كلمة car او كلمة عربية. العربية هنا تعتبر class ولا object؟ انا هنا ما حددتش، قلت العربية البي ام دبليو ولا العربية الفورد ولا العربية المرسيدس ولا العربية كذا. انا بقول عربية اللي هي مصطلح عربية. عربية دي تشمل، او سيارة دي تشمل سيارات كتيرة تحت منها. فالسيارة هنا بالنسبة لنا احنا في البرمجة بقول عليها class. طيب لما اقول العربية البي ام دبليو، يبقى كده انا عملت انستنس اوبجكت من الكلاس دوت، انشأت اوبجكت منها، وهو ده اسهل حاجة او اللي سهل علينا كتابة البرمجة او خلى البرمجة ممتعة جدا جدا، وده اهم مفهوم عندنا في الـ OOP او البرمجة الكائنية التوجه. طبعا هنا بنتكلم على البرمجة الكائنية التوجه بالجافا سكريبت. طب تعالوا ناخد مثال كده. اولا الكلاسز او الجافا سكريبت ابتدت تقدم الكلاسز بداية من 2015 في الاصدار اللي هو الـ ESX او اللي بيسموه ECMA سكريبت 2015. طيب تعالوا مع بعض كده نعرف كلاس ونشوف السينتكس بتاعته بتكتب ازاي، ونعمل مثال كده بسيط مع بعض. اول حاجة هنعملها، انا ممكن اجي اعمل باراجراف كده عشان نظهر عليه الناتج، واديله زي ما احنا عارفين ID زي ما احنا تعودنا ديمو مثلا بالمنظر ده. طيب تعالوا مع بعض بقى نبتدي نكتب كود سكريبت. اقول له سكريبت واقفله وابتدي اكتب الكود بتاعي هنا. كبر كده عشان الناس تشوف. ماشي كده يا جماعة؟ طيب عشان اعلن عن كلاس بقول له كلاس واديله اي اسم كار مثلا، وافتح الكيرل بريسز اللي انتم شايفينها قصادكم دي قوسين المجموعه دولي، وابتدي اكتب الاكواد بتاعتي اللي انا عايزها. طيب ايه اللي بيتكتب داخل الكلاس؟ قال لك ممكن تعلن عن بروبرتي، وممكن تعلن عن ميثود او كونستراكتور. طب ايه الكلام ده كله؟ يعني ايه البروبرتي ويعني ايه الميثود او يعني ايه الكونستراكتور؟ الكونستراكتور هنا هي ميثود بتتكريت اوتوماتيك لو انت ما اعلنتش عنها داخل الكلاس، بتاخد اسم الكلاس اللي هي فيه. تمام؟ يعني هي عباره عن ميثود بتاخد اسم الكلاس. طيب فانا هاجي هنا اقول له كونستراكتور، كونستراكتور تمام، وافتح قوسين واقول له براند، وافتح كيرلي بريس تاني واقول له this dot car name. كده انا بعلن عن بروبرتي، هقول له خلي الكار نيم تساوي البراند اللي موجود في الكونستراكتور بتاعي بالمنظر ده. طيب كلام جميل جدا. ايه اللي انا استفدته في ده كله؟ انا هنا اعلنت عن كلاس اسمه كار بس. طب انا ما استفدتش اي حاجه؟ لا هنستفاد طبعا. هنا بقى انا لما اجي عايز بقى انشئ اوبجكت من الكلاس ده، اروح اسمي الاوبجكت اي حاجه انا عايزها. اقول له ماي كار مثلا يساوي، هقول له نيو، وانده على اقول له انشئ لي اوبجكت من الكلاس اللي اسمه كار. تمام؟ واديله، هدي بقى الكونستراكتور بتاعه. ما هو مش انا نديت عن الكونستراكتور، ما الكونستراكتور واخد نفس الاسم اهو، والكونستراكتور هنا واخد ايه؟ كلمة براند. يعني سيبك من كلمة كونستراكتور، انا هنا بقول له الكونستراكتور هياخد بارامتر او وسيط اسمه براند. هقول له خلي له البراند دوت عربية مثلا مرسيدس، تمام، او بي ام دبليو زي ما انت عايز، بس كده. تمام؟ طب نخلي ده بقول له ماي كار واحد. طب تعالوا تحت اقول له ماي كار اتنين يساوي نيو كار. الله على الحلاوه، بصوا كده يا شباب، واقول له مر مر
مرسيدس، ما اعرفش السبيلنج كده صح ولا غلط. المهم بقول له ماي كار 3. طبعا هنا مثال بسيط جدا، انت ممكن تكتب جوه الكلاس ده 100 بروبرتي ب 100 ميثود زي ما انت عايز اكتب، ومجرد ما تنده على تنشئ اوبجكت من الكلاس هياخد كل الداتا او كل الحاجه اللي موجوده داخل الكلاس بسهوله جدا. واقول له كار المره دي هقول له اي نوع بقى فورد بالمنظر دوت. طيب تعالوا بقى نطبع، هقول له اطبع لي في الدوكيومنت دوت جيت element باي اي دي، الاليمنت اللي واخد اي دي اسمه ديمو اطبع لي فيه. هقول له بقى ايه ماي كار، انده لي على الاوبجكت دوت عايز منه البروبرتي اللي اسمها كار، كار نيم اهي، كار نيم، كار نيم بس كده. انا اديت على اولاني صح؟ طب تعالوا نرن كده ونشوف السبيلنج كده تمام. اوكي تعالوا نرن، في مشكلة، تعالوا نراجع الكود اكيد في حاجة في السبيلنج غلط. نبص كده مع بعض. طبعا دي ايكوال، معلش انا المفروض اكتب inner dot html، هقول له inner html بالمنظر دوت زي ما احنا متعودين في الفيديوهات السابقة. طيب برضو في مشكلة. طبعا انا غيرت هنا، كتبت واحد طبعا، ما عنديش هنا اوبجكت اسمه ماي كار. تمام نركز كده يا شباب. تمام كلام جميل جدا. طبعا لي بي ام دبليو، مجرد ان انا اجي اقول له هنا 2 هيطبع لي بقى اهو، هيطبع لي مرسيدس. تمام نمبر 3 ماي كار 3 هيطبع لي فورد. شايفين بقى الكلاس والاوبجكت جميله ازاي وفرت عليا وقت ومجهود كبير جدا. طبعا ده طبعا كود بسيط جدا، انما لو كان عندي مجموعه من الحاجات مش كل شويه هروح اعمل كل الكلام دوت عشان خاطر اقول له بي ام دبليو او مرسيدس او فورد. طيب تعالوا مع بعض ناخد مثال تاني بحيث ان الكلاس يتضح بالنسبه لنا. طيب ايه رايكم في المثال دوت نعمل ميثود كمان داخل الكلاس عشان نفهم كمان يعني ايه ميثود؟ طيب نسيب الكلام ده زي ما هو كده، بس هاجي ازود بقى. انا هنا اعلنت وقلت له الكلاس اسمه كار والكونستراكتور بتاعه هياخد بارامترز اسمه براند. تمام والبروبرتي هتاخد براند. طيب تعالوا نعمل ميثود كده داخل الكلاس، هقول له بريزنت اي اسم انت عايزه للفانكشن بتاعتك او الميثود بتاعتك بالطريقه اللي احنا عارفينها، واجي اقول له خلي لي الميثود دي ترجع لي. هقول له اي هاف، انا عندي عايز اسم العربيه بقى، هقول له بلس ذس دوت كار نيم، رجع لي الكار نيم. تمام كلام جميل جدا. طيب هنيجي تحت هنا واجي هنا بقى، انا مش هنده على كار نيم، انا عايز اقول له انده لي على الميثود، فهقول له دوت بريزنت ونفتح قوسين ان دي ميثود بالمنظر ده. بصوا بقى اللي هيحصل هنا بقى، زادت كمان حته ان انا ضفت قلت له رجع لي الجزء ده جنب مين الكار نيم اللي هي انا مديها له هنا اهو، فهيقول لي اي هاف، انا في 3 يبقى فورد اهو اي هاف افورد. شايفين الجمال؟ جميله جدا الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، هتريحك جدا في كتابه الكود وبالذات لو فهمتها كويس واتقنتها هتلاقي العمليه بقت سهله جدا بالنسبه لك. طيب تعالوا ندي كمان للميثود بارامترز ونشوف ان احنا ممكن يعني زي ما تقول ان احنا معانا عصايه سحريه ممكن نعمل بيها حاجات كتيره جدا. انا لو جيت هنا قلت له اكس مثلا، اديت له بارامتر اسمه اكس، واقول له هنا ريتيرن مثلا اي جمله بقى ماشي، هقول له اكس بلس نعمل مسافه كوما كده ماشي بالمنظر ده. ان انا عايز اقول له اكس ده هالو اي هاف فورد مرسيدس بي ام دبليو اي حاجه. طيب كلام جميل جدا. طيب انا ناديت على الفانكشن هنا، قصدي الميثود هنا اهي تمام، بس خد بالك الميثود لها بارامترز يبقى لازم تدي له قيمه هنا. انا قلت عايز ادي له كلمتي هالو
المنظر ده. تعالوا نرن كده ونشوف المرة دي، هلا يقول لي هالو اي هاف ا فورد. تمام. طيب شايفين الاو بي جميلة ازاي؟ طيب تعالوا بقى نستخدم حاجة ومصطلح جديد كمان. شايفين المصطلحات بتزيد معانا اهي، ركز معايا قوي على الكلام ده كله. يعني ايه بقى استاتيك؟ استاتيك دي بنسمعها كتير جدا في الاوبجكت اورينتد وهي مهمه. استاتيك لما اكون انا عايز اعمل ميثود داخل الكلاس، ما ينفعش اخلي الكلاس دوت او قصدي الفانكشن دي اديها الاوبجكت. بمعنى تعالوا نفهم اكتر، لو انا جيت هنا قلت له تعالوا نعمل مثال، نفكر في مثال بالستاتيك. طيب انا هاجي هنا اقول له، نشيل بس دوت وهاجي هنا اقول له ستاتيك كده، انا بقول له هعمل ميثود ستاتيك داخل الكلاس بتاعي نسميه هالو بالمنظر دوت. هقول له ستاتيك هالو ريتيرن هالو، رجع لي كلمه هالو بس كده. طيب تعال نشوف كده، لو انا جيت هنا خليها كفايه واحده عشان ما نلخبطناش او ما نلخبطش نفسنا، ماي كار، ونعدلها تحت. واجي هنا اقول له بص، لو انا جيت ماي كار، طبعا هقول له هالو، شيل بقى الكلام ده ان هي، واقول له هنا الميثود اللي اسمها ايه هالو بالمنظر. هل الكلام اللي انا عامله ده صح؟ لا غلط، لان انت هنا جيت انشات اوبجكت من الكلاس خلاص، وجيت قلت له انده لي على الفانكشن اللي هنا. طب تعالوا نرن كده ونشوف، شوف ايه اللي هيحصل. بصوا ما ادانيش حاجه. طب تعالوا نشغل كده الانسبكت المنت ونشغل الكونسول كده نشوف هيدينا ايرور. قال لي ماي كار ماي كار دوت هالو از نوت فانكشن، مش شايفها. طب ليه؟ قال لك عشان دي ستاتيك. طيب نحلها ازاي؟ قال لك الاستاتيك بقى ميزتها مش محتاج تكريت اوبجكت، هتقول له كار اسم الكلاس دوت هالو على طول. تمام. لو انت عايز بقى ما تكريتش اوبجكت، ادي اهي يا شباب طبعت لي هالو، يبقى هنا تستخدم ستاتيك ميثود. يبقى الستاتيك ميثود ما بتحتاجش ان انت تكريت اوبجكت منها. طيب يبقى هنا هو مصطلحات كتيره بتزيد معانا، يا ريت نفهمها ويا ريت نركز عليها عشان مهمه جدا جدا بالنسبه لنا. طب تعالوا نستخدم كمان بارامترز مع الستاتيك ميثود. يعني لو جيت هنا قلت له اكس مثلا وقلت له هالو، سوري، هقول له هالو بلس زود لي عليها اكس دوت كار نيم اللي هي فوق كار نيم. اوكي طيب، يعني البراند اللي انا هدوله. طيب انا جيت هنا انشات اوبجكت من الكلاس بتاعي. طيب طبعا ده كل ده ملوش لازمه، ممكن نشيله لان انا قلت مش هينفع ان انا ادي له ستاتيك اساسا، ادي الستاتيك اوبجكت. فهاجي هنا اقول له كار على طول اسم الكلاس بتاعي دوت هالو، بس خد بالك الهالو هنا لها ايه؟ لها بارامترز، فتدي له البارامترز بتاعها، يا اما تدي له قيمه كده، او انا عندي فكره تانية افضل. تعالوا نرجع الكلام دوت، سوري ماي كار، واجي انا انشات اوبجكت من الكلاس. ممكن في الحاله دي بقى اقول له خليه للاوبجكت بتاعه ماي كار. ضحكت عليه، يعني عملت اوبجكت من الكلاس بس لما جيت ناديت على الميثود الاستاتيك ناديتها عن طريق الكلاس بتاعها، بس اديت البارامتر بتاعها الاوبجكت اللي اتنشأ من الكلاس. ها واصله لكم؟ طب تعالوا كده نرن نشوف هيدينا خطأ. لا اشتغلت معايا طبعا، عايزين نعمل مسافه او كومه او اي حاجه. ها وصلت؟ انما لو جيت قلت له على طول ماي كار دوت هالو مش هينفع. ليه مش هينفع؟ لان انا قلت الاستاتيك ميثود ما ينفعش تستخدم مع الاوبجكت دوت. ليه؟ لانها ستاتيك. ماشي؟ لا وعندي كمان ستاتيك كلاس، لو انا عملت ستاتيك كلاس ما ينفعش اكريت منه اوبجكت اساسا. خلاص؟ يبقى نفرق ما بينهم. ماشي كده يا شباب؟ ركزوا معايا. طيب تعالوا بقى المصطلح جديد اسمه الانهيرتنس، الوراثه، ومصطلح مهم جدا جدا في الاو او بي. الانهيرتنس ان انت تقدر تورث كلاس لكلاس تاني، يعني كلاس اب مثلا وكلاس ابن، او اكتر من كلاس ابن يورث من الكلاس الرئيسي الاب. طيب تعالوا نشوف مع بعض. شايفين البرمجه شيء ممتع ازاي وجميل ازاي؟ وهتلاقوا البرمجه
يعني فكرتها متاخده من الحياه اللي احنا عايشينها فعلا، الوراثه والكائنات والتصنيفات والكلام ده كله. تلاقي البرمجه ممتعه بالاو بي فعلا، اللي ما عرفش او بي او مش شغال برمجه بالاو بي ما يعتبرش مبرمج. فالاو بي هي مهمه جدا جدا يا جماعه. ولما تيجي تستخدم اي اطار عمل هتلاقي معظم اطارات العمل في اي لغه برمجه قائمه على الاوبجكت اورينتد بروجرامنج عشان اهميتها. فلذلك لازم نذاكر كويس جدا الـ OOP. طيب تعال نشوف مصطلح الانهيرتنس. تعالوا نرجع الفانكشن او الكلاس الاخير اللي هو انا مش عايزه ستاتيك بقى، البريزنت العادي اللي هو اي ون داوت. ماشي اوكي، ممكن نشيل البارامترز دلوقتي عشان مش هلخبطكم. ماشي بالمنظر ده اوكي. طيب انا عندي كلاس اسمه ايه؟ كار اهو خلاص، والكونستراكتور بتاعه براند كذا، تمام ده اللي احنا عاملينه من شويه. طيب انا هاجي هعمل كلاس تاني خلاص تحت منه، هقول له كلاس اسميه مثلا اي حاجه، موديل العربيه، وهقول له خلي الكلاس ده يورث من الكلاس اللي اسمه كار. يعني يورث، ياخد كل البروبرتيز الموجوده فيه وكل الميثود الموجوده فيه، تبقى موجوده في التاني كمان من غير ما اكتبها. يعني مجرد ما جيت قلت له اكستند بالمنظر دوت اكستند، واجي اقول له اسم الكلاس اللي هيورث منه الاب كار، بس كده كده موديل الكلاس اللي اسمه موديل ورث تمام كل حاجه موجوده في الكار. يعني هو دلوقتي عارف الكونستراكتور اللي اسمه كار، وعارف البروبرتي الموجوده في كار نيم، وعارف الفانكشن اللي اسمها او الميثود اللي اسمها بريزنت دلوقتي موجوده جواه، مش محتاج ان انت تكتبها تاني. طب تعالوا نتاكد. يعني دلوقتي لو جيت قلت له طيب تعالوا نعمل كونستراكتور داخل الكلاس اللي اسمه موديل. طيب واحد يقول لي هل هو ورث الكونستراكتور اللي فوق؟ ورث الكونستراكتور اللي فوق. طب افرض ان انت عايز تورثه وتزود عليه، برضه ينفع. زي ما انا هعمل كده هقول له كونستراكتور هو ورث ايه؟ البراند صح؟ طيب وهزود عليه كمان موديل ام او دي كده خلاص، وافتح قوسين المجموع، واجي اقول له انا عايز احدد له انه البارامترز اللي جاي من الكلاس الرئيسي. فعشان احدد له هستخدم كلمه اسمها سوبر، وادي له اقول له البراند بس كده. جيت قلت كده انا قلت له ده البراند ده جاي من فوق تمام بس. طب والتاني هروح اقول له this، قال عن بروبرتي بقى اسمها موديل مثلا، اخليها تساوي البارامتر التاني مود. ماشي يبقى ده الكونستراكتور. طب تعالوا نعمل عن ميثود تانية بقى مختلف عن اللي فوق، هقول له شو تمام، فانكشن او ميثود اسمها شو، هقول له بقى ريتيرن رجع لي، بص بقى معايا this dot present present. الله ايه الحلاوه دي، مش بريزنت دي اللي موجوده فوق؟ ما هو عارفها تحت خلاص، ما هو ورث منه. يعني الموديل ده ورث كل حاجه من الاكستند او من الكار قصدي عن طريق كلمه اكستند خلاص، فمش محتاج ان انت تروح تعمل بريزنت تاني خلاص، هو خدها منه تمام. واقول له بلس وافتح قوسين واجي اكتب بقى هي بريزنت، هتطبع لي اسم العرب اي هاف كذا، اسم العربيه مثلا اي هاف بي ام دبليو. ماشي طيب واقول له كوما، واقول له it is a واقول له بلس اطبع لي this dot model البروبرتي بتاعتي. ها وصل لكم كده يا شباب؟ ها طيب تعالوا تحت بقى نعمل object، هقول له my car. احنا ماشي هقول له ممكن نشيل ده كل ده، واقول له my car equal new car bmw كوما، خد بالك
انا مش عايزها تورث من، لو هنا من من الرئيسيه اه بي ام دبليو، بس بس انا عايز تورث من الابن مش من الاب. فاقول له موديل، طب خد بالك ان الكونستراكتور بتاع موديل الكونستراكتور بتاع موديل ايون صح له تو بارامترز، يبقى في الحاله دي هتقول له البراند بي ام دبليو كوما الموديل مثلا مش عارف موديلات بي ام دبليو وليكن رقم 200 مثلا، موديل رقم 200 او 2000 وخلاص على كده. طيب لو انا جيت بقى قلت له نشيل بقى الكلام ده كله، هقول له ماي كار بس دوت، هنده على انهي فانكشن اللي فوق ولا اللي تحت؟ انا هنا ماي كار دي وارث منين؟ من الموديل. طيب الموديل دوت ممكن يروح ينده على البريزنت، اه ما هو موجود فيه عادي بس انا مش عايز البريزنت، هقول له انده لي على الشو، اه الشو اللي هو موجود فين في الاوبجكت او الكلاس التاني. طب تعال نشوف هيطبع لي ايه بقى، شو هترجع لي ده؟ يعني مرة في مشكلة، نراجع الكود تاني. أول مشكلة عندنا هنا كلمة this، تمام تعال نجرب كده ونشوف. نعم مرة تمام، كلام جميل جدا. قال لي هنا I have a BMW it is a الموديل بتاعها مثلا 2000، موديل سنة 2000 مثلا. طب تعالوا نراجع كده ونشوف جات لي منين الجملة دي. بص يا جماعة ماي كار دي ايه، ماي كار دي ده الاوبجكت اللي انا انشأته من انهو كلاس؟ من الكلاس التاني. طب الكلاس التاني دوت بيروح ينده على الفانكشن اللي اسمها شو. طيب شو دي بترجع لي ايه؟ قال لك الميثود اللي موجودة في الكلاس اللي وارث منه اهي this dot present اللي هي فوق. طب present دي بترجع I have a طبعا اللي هي ايه بي ام دبليو، مش انا مديله الاولاني البارامتر الاولاني فين؟ اهو براند ده بتاع الكونستراكتور ده اللي هو الكلاس الرئيسي، كلام جميل. فخد دوت اللي في الكلاس الرئيسي واداله قيمه براند اللي انا مديها له هنا في الاول بي ام دبليو، كلام جميل. قلت له بلس زود لي عليها كوما ات از ا، ورحت مزود ايه ذيس دوت موديل. طب الموديل ده ايه؟ قال لك البارامتر بتاع الكلاس الثاني، الكونستراكتور بتاع الكلاس الثاني اللي هو واخد قيمه المود. فانا لما جيت اديت المود هنا 2000 فراح اداها للبروبرتي اللي اسمها موديل، فلما جيت كتبتها هنا اداني 2000 بالمنظر اللي انتم شايفينه قصادكم دوت. اتمنى تكون ان انتم فهمتوا الاوبجكت اورينتد، على قد ما هي بتحس ان هي صعبه كده في البدايه، بس بعد كده هتحس ان هي ادتك امكانيه ان انت ممكن تعمل حاجات جميله جدا جدا داخل لغه البرمجه. يعني انت بتخلي لغه البرمجه تخضع ليك وتعمل كل اللي انت نفسك فيه. طيب هنيجي في مفهوم جديد برضو او مفهومين جداد جدا ومهمين جدا برضو داخل الاو او بي، اسمهم الجيتر والستر. الجيتر والستر، جيت وست او الجيتر والستر. قال لك لما بتيجي عندك بروبرتي داخل الكلاس عايز تخليها جيت وتست، يعني تدي لك قيمه وتاخد قيمه، ده معناها. طيب تعال نشوف مثال مع بعض افضل عشان العمليه تتضح. معلش هو الفيديو ده طول عليكم، بس انا بحاول الخص الاوبجكت اورينتد في الفيديو ده بحيث الناس اللي عايزه تراجع عليها بسرعه وتفهمها ممكن تراجع الفيديو ده في وقت قصير وهتفهم الاو بي ان شاء الله. طيب تعالوا نعمل كلاس، ممكن نخلي ده زي ما هو الكلاس الرئيسي، تمام مش هنحتاج بقى الجيتر والانهيرتنس هنا، ممكن نشيل دوت تمام ونيجي هنا في الكلاس الرئيسي. انا هنا اعلنت عن كلاس قلت له كار نيم ايكوال براند. بصوا بقى هنا انا مش عايز دي دلوقتي المثل، هاجي هنا مجرد ما اقول له جيت كده هو فهم ان انا عايز اعمل ايه، اعمل البروبرتي بتاعتي جيت، واسمي البروبرتي سي نيم، سي نيم خلاص قوسين وقوسين مجموع. انا كده بجيت للبروبرتي واقول له خلي البروبرتي دي ترجع لي ريتيرن ترجع لي ذس دوت كار نيم، ترجع لي كار نيم. ماشي كده انا عملت الجيت عشان احصل على القيمه، واروح عامل بعدها الست عشان اديلها قيمه، واقول له سي نيم خلاص تاخد نفس الاسم، واروح اديلها بارامتر بقى عشان ابصي للفاليو بتاعها. هنا بقى انا هديلها قيمه فاقول له ذس دوت اسمها ايه كار نيم، كار نيم
equal x. تمام. طيب واحد يقول لي هل، ثانية واحدة نعمل سيف. اوكي، هل الكار نيم دي هي دي؟ اه هي هي، بس هنا انا بجت اللي هي دي، يعني انا بجت القيمة، يعني بحصل على القيمة هنا، انا بدلها قيمة. طب تعالوا نبتدي نستخدمها تحت كده، هقول له ماي كار ايكوال نيو كار، هي كابيتال ولا سمول؟ اه سمول، خلاص ما بتاخدش غير بارامتر واحد، هقول له بي ام دبليو، ماشي. واجي اقول له هنا ماي كار، انده بقى على البروبرتي بتاعتي اللي هي اسمها ايه، سي نيم بالمنظر دوت، طبعا مش ميثود بالمنظر ده. هنا المفروض هيتباع لي، هيتباع لي، كبر عشان الناس تشوف، بي ام دبليو. يبقى انا كده حصلت على القيمه. طب لو عايز ابدلها قيمه برضو سهله جدا، تعال نشوف. مجرد بس ان انا اجي هنا اقول له ماي كار، انا مش هديلها قيمه، انا عاي... اه انا سوري، انا مش هحصل على قيمه. فهنا بعد ما انشات الاوبجكت او من غير ما انشئ الاوبجكت، هقول له ماي كار دوت، انده على البروبرتي اللي اسمها ايه بقى، كار نيم، هقول له خليها لي تساوي، مش ضروري بقى براكتس هنا، هقول له تساوي فولفو، فولفو بالمنظر ده. طيب لو انا جيت بقى طبعت دلوقتي اللي هيطبع لي ايه، هي كانت واخده بي ام دبليو، بس انا عملت ست لها، يعني بصيت لها قيمه جديده، فهيطبع لي الفولفو الجديده. يبقى هي دي مفهوم الجيت والست. الجيت انت بتحصل على حاجه، الست انت الست بتبصلها قيمه، مش كده يا جماعه؟ كلام جميل جدا. في ناس بتروح مستخدمه نفس الاسم ده، فين سيني، هو مش غلط، بس دي حاجه ودي حاجه. فعشان ما تتلخبطش، عشان ما تتلخبطش، في ستاندرد كده الناس بتمشي عليه، ان هي تحط اندر سكور لما تيجي تقول له this اندر سكور سيني، بينفع برضه. طبعا هنغيرها تحت، او هنا اقول له نسينا نغير هنا كمان بالمنظر دوت، تمام، بس كده. بس انا بنده على البروبرتي نفسها، هنا انا ببصلها القيمة بتاعتها، مش كده شباب؟ يعني ينفع كده او كده. تعال نرن بقى دلوقتي، نشيل بس، اهي طبع لي عادي زي ما انتم شايفين قصاد. طيب نرجع تاني و ناخد مثال تاني عشان العملية تتضح أكتر معانا. طيب بالمرة كده، هل فاكرين الهايستنج؟ في فيديو قبل كده اتشرح للهايستنج، لازم تراجع عليه عشان تفتكر يعني ايه هايستنج أو الرجوع لأعلى. هل الهايستنج هنا ينفع مع الكلاس؟ بمعنى إن أنا ممكن أعلن عن كلاس وأجي أستخدم الكلاس قبل منه؟ لا ما ينفعش. في الكلاسز أو الـ OOP لازم تمشي ستاندرد. ما ينفعش ان انت تستخدم حاجه قبل ما تعلن عنها. كان في الفاريبل اه ينفع، انما هنا لا. طيب تعالوا بقى في الستريكت مود. لو انا جيت استخدمت الستريكت مود هتفرق معايا في حاجه؟ طبعا من غير ما استخدم الستريكت مود، هي الكلاسز اساسا لان هي حديثه في الجافا سكريبت، بدايه من 2015، فمتبعه الستريكت مود من غير ما تكتبها. يعني كنا متعودين لازم اقول له يوز ستريكت ما بين دبل كوتيشن، انا مش محتاج هنا استخدمها، تمام. فلو جيت هنا بعد الكونستراكتور، جيت هنا قلت له var i، او من غير بقى var i equal 5، هل الكلام ده صح؟ من غير ما اعمل سوري، من غير ما اعمل declare، طبعا الكلام ده خطا. لو بره اه، هنا بصوا هيدينا ايرور، وفي نفس الوقت لو جينا شغلنا الكونسول بتاعنا هيقول لي اي ده از undefined، غير معرف، نوت ديفايند، اهو اي از نوت ديفايند. معلش الشاشه صغيره شويه، اهي 1 از نوت ديفايند، او اي سوري. فهنا ما ينفعش اتجاهل الستريكت مود لان الكلاس بيتبعها. لو بره اه عادي، لو خدنا دي بره عادي خالص ما فيهاش مشكله، هيتجاهلها، تمام، شغاله معانا اهي، حتى الكونسول مش هيدينا مشكله معانا خالص، لان هي انا طلعتها بره رغم ان انا ما اعلنتش عنها. يعني احنا متعودين ان لازم اقول له فار، انما لو كتبتهاش مش مشكله، ماشي كده يا جماعه؟ تمام.
أتمنى يكون درس النهاردة على قد ما هو طويل شوية، معلش يا شباب، بس على قد ما هو مهم جدا، وأتمنى إن أنتوا تكونوا فهمتوا الـ OOP كويس جدا. أنا حاولت أجمع كده معظم مفاهيم الـ OOP في الفيديو ده، وركزت أكتر على الكلاس وعلى الانهيرتنس والكونستراكتور، وكنا شرحنا حاجات قبل كده في الفيديوهات السابقة، بس أنا حبيت أجمع كل حاجة في الفيديو ده عشان خاطر اللي عايز يراجع الـ OOP ممكن يراجعه من خلال الفيديو ده ويبقى مرجع كويس له. أتمنى يكون الفيديو شرحه بسيط وسهل ويكون استفدتوا منه. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يجيلك أي فيديوهات قادمة بإذن الله، وما تنساش تنتظر بقية الفيديوهات القادمة إن شاء الله. لسه في تكملة للجافا سكريبت وإحنا قربنا نخلصها، كم فيديو كده، 3 4 فيديو كده، وإن شاء الله بإذن الله نخلص الجافا سكريبت وندخل على اللي بعد منها الجيسون والأجاكس والكلام ده كله، عشان مهم جدا، وهنحاول نعمل اي بي ايز وحاجات زي كده بحيث إن القناة تبقى شاملة أو تبقى مرجع شامل لأي حد عايز يتعلم برمجة بجد. وربنا يجعلها في ميزان حسناتنا يا رب، وربنا يوفقكم إن شاء الله، ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.